السلام عليكم، كيف حالكم يا أطفال الصف الأول؟ هل أنتم بخير؟ درسنا اليوم درس مشوق وجميل في مادة الرياضيات الجزء الأول، وهو بعنوان قراءة الساعة. سنتعلم في هذا الدرس قراءة الساعة بالساعات الكاملة وكتابتها، فهل أنتم مستعدون؟ إذن دعونا نبدأ. بداية، هذه هي الساعة. إذن دعونا الآن نتعرف على الساعة. هذا العقرب الصغير يسمى بعقرب الساعات، والعقرب الطويل يسمى عقرب الدقائق. دعونا الآن نقرأ الأعداد الموجودة على الساعة. العدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، أحسنتم، 11، ممتاز، 12، رائع. إذن الساعة الآن تشير إلى أي وقت؟ نعم، أحسنتم، إذن تشير إلى الساعة 10، ممتاز. دعونا الآن نعود إلى الساعة الموجودة هنا. هذه الساعة، عندما أريد أن أنام أذهب إلى فراشي الساعة. هيا، من يخبرني؟ نعم، أحسنتم، الساعة 9، ممتاز. إذن الساعة 9 أذهب إلى فراشي. يا ترى متى نستعد للذهاب إلى المدرسة؟ هل تعرفون ذلك؟ هل نستعد للذهاب إلى المدرسة الساعة 12 مساء؟ كلا. هيا هيا، نحن الآن لازلنا نيام. إذن نستعد للذهاب إلى المدرسة الساعة 6 صباحا، أحسنتم، ممتاز. إذن دعونا نتدرب. من الساعة الظاهرة أكتب العدد الذي يشير إلى وقت حدوث النشاط. الآن الساعة تشير إلى وقت محدد. أريد منكم أن تخبروني، يبدأ دوام المدرسة الساعة، في أي ساعة يبدأ دوام المدرسة؟ هل بإمكانكم الإجابة على التمرين رقم 1 في الكتاب صفحة 102؟ هيا، لديكم دقيقة. يبدأ دوام المدرسة الساعة، أحسنتم، السابعة، ممتاز. دعونا ننتقل إلى تدريب آخر. من الساعة الظاهرة أكتب العدد الذي يشير إلى وقت حدوث النشاط. الساعة تشير إلى، هيا، من يخبرني؟ أعود إلى المنزل. الساعة
أحسنتم، الواحدة ممتاز. لدينا تدريب آخر من الساعة الظاهرة. اكتب العدد الذي يشير إلى وقت حدوث النشاط. انظروا إلى الساعة، ركزوا جيدا، لديكم دقيقة. هيا. أذهب إلى لعب كرة القدم الساعة، انظروا جيدا، هيا دقيقة واحدة للإجابة. تدريب رقم 3 في الكتاب صفحة 103، هيا سريعا سريعا. نعم، أحسنتم، هل انتهيتم؟ ممتاز، إذن أذهب إلى لعب كرة القدم الساعة 4، أحسنتم، ممتاز. تدريب رقم 4 من الساعة الظاهرة، أكتب العدد الذي تشير إليه الساعة وقت حدوث النشاط. هذه هي الساعة. أتناول طعام العشاء. هيا بإمكانكم الإجابة على التمرين رقم 4 في الكتاب صفحة 103. هيا متى نتناول طعام العشاء؟ سريعا سريعا، لا تنسوا كتابة الجواب. أحسنتم، لديكم دقيقة وانتهت هذه الدقيقة. إذن أتناول طعام العشاء الساعة 8 مساء، أحسنتم، 8، رائع. تمرين رقم 5، هل أنتم مستعدون؟ من الساعة الظاهرة، أكتب العدد الذي تشير إليه الساعة وقت حدوث النشاط. انظروا إلى الساعة، ركزوا جيدا. أقوم بالاستحمام الساعة، في أي وقت أستحم؟ متى أستحم؟ أحسنتم، نعم، هل انتهيتم؟
ممتاز، إذن أقوم بالاستحمام الساعة السابعة. ممتاز، رائع، ضعوا لأنفسكم نجمة. التمرين السادس من الساعة الظاهرة، أكتب ماذا؟ نعم، الوقت الذي يشير إليه الوقت حدوث النشاط. انظروا إلى الوقت جيدا والساعة. أتناول طعام الغداء. متى نتناول طعام الغداء؟ في أي وقت؟ أتناول طعام الغداء الساعة. هيا، لديكم دقيقة للإجابة وأنا سوف أحرك الساعة حتى نجيب. هيا، هل انتهيتم؟ هيا هيا، الوقت شارف على الانتهاء. إذن أتناول طعام الغداء الساعة الثانية. أحسنتم، إذن الساعة الثانية أتناول طعام الغداء الساعة الثانية. إذن حتى نتدرب بشكل أكبر على الساعة، أريد منكم التدرب بفتح الكتاب، كتاب التمارين صفحة 41 لإكمال حل التمرين. اتفقنا؟ تدربوا بشكل أكبر حتى تتعرفوا أكثر على الوقت. اتفقنا؟ وبهذا يا طلاب الصغار انتهى درسنا لهذا اليوم. أتمنى أنكم تعرفتم على الساعة ومكوناتها. إلى اللقاء.